احمد مكيه من شمال فيرجينيا وكلكم العقاري المعتمد راح يحكي باربع ثلاث مواضيع، واحده منها سرطان الرئه وشون تحمي نفسك داخل البيت، وكريدت سكور شلون تقوي، وكم شغله. مرحبا وياكم احمد مكيه وكلكم عقاري المعتمد من شمال فيرجينيا الخضراء. ركز على الخضراء. اتمنى انه يكون نهاركم سعيد وتعطوني من وقتكم 5 إلى 10 دقائق فقط. راح احكي على هواية مواضيع. حنبلش باول موضوع. مبارك العائلة كريمة اشترت عن طريقي، سلمنا المفاتيح قبل تقريبا 18 يوم هيجي شي او 12 يوم او هسه. بيت بفيينا، بيت حلو سينجل فاميلي بالطبع، يعني البيت سعره ضمن اسعار المنطقة. بس صاحب البيت شاف انه البيت حلو ما ناقص اي شيء، شاف البيت شوية اوفر برايس، نقص 80 ألف. احنا دخلنا على البيت او بالحقيقة هجمنا على البيت وحصلناه بعد ما نزل سعره. فاكو تنزيل بالاسعار على قسم البيوت، خاصة البيوت اللي هي فوق $1,000,000 وطالع. دا لاحظ يعني price reduction، price correction، you name it، 50 ألف، 100 ألف، 150، تعتمد على البيت ووضعه وصاحب البيت. أول شغلة هاي المباركة خلصنا منها. شغلة ثانية، شون تقدر تشتري بالوضع الحالي؟ interest rate شوية عالية، نسبيا عالية، 5.5 5.6 5.7، احتمال قسم الناس يحصلون 6، احنا نقدر نحصل لكم أقل. مبلغ القرض يتحدد لمن انت الانكم مالتك عالي والداون بيمنت مالتك عالي، راح تقدر تحصل مبلغ قرض اعلى او مبلغ شراء اعلى بالحقيقة. اذا الانكم مالتك وسط راح تحصل على قد الانكم مالتك. الانكم مالتك قليل مقارنة بالافريج ميديان انكم مال المنطقة العايش بيه، اكيد راح تحصل مبلغ شراء احتمال ما يأهلك تشتري اي بيت بالمرحلة الجاية. خلينا نحول الكاميرا او العدسة. الشغلة المهمة لما تريد تشتري بيت هالايام، اول فقره شو تسوي؟ وايد ناس يقول لك اني قبل 3 اشهر حصلت موافقه بمبلغ 600 ألف، اقدر اشتري بيت 600 ألف. لا حبيبي، مو بالضروره المعادله تغيرت عليك. ليش المعادله؟ انترست ريت صادت. لما انترست ريت صادت لازم تتصل بموظف القروض تقول له اني وضعي الحالي قد يسمح لي اقدر اشتري. البيرتشيسينج باور، البيرتشيس باور، القوه الشرائيه ما تنخفضت، لانه الانترست ريت لما كانت ايام 3.2 3.3، حاليا 5.7 5.6. وين التليفون؟ سو مثل ما تشوفون هاي وضعية الانترست ريت اليوم. خلني احكي بجهاز سحري يخليك تعرف اذا انت بيتك بغاز الريدن اللي هو واحد من مسببات سرطان الرئة او لا. وياكم احمد مكية وستي تيوند. هذا الجهاز تقريبا سعره $170 بالامازون، نحط الرابط. هذا يقول لك بالضبط جيد نسبة الغاز، غاز الريدن بالبيت مالتك، سواء كان عندك بيسمنت تحت الأرض أو فوق الأرض. أنا البيت حالي ماتي فوق الأرض، حطيته توقعت أنه ما عندي غاز ريدن اللي هو واحد من مسببات السرطان مال رئة. يبعدكم، يبعد الشر عنكم، بعيد الشر عنكم بالطبع. حطيته هذا الجهاز ببيتي اللي هو فوق البيسمنت، وتوقعت أنه بيت جديد موديل 2012 ماكو غاز. و to my surprise على قولتهم بالانجليزي، بعد 6 أيام هذا الجهاز يأشر لي أحمر، والتليفون الابليكيشن مال التليفون مال هذا الجهاز يأشر لي 4 إلى 6 القراءة مالته. أنا طبعا استغربت، قلت مستحيل، وبالفعل شيكت أكثر من مرة، جبت جهاز ثاني وثالث، طلع عندي مستويات الريدن بالبيت مالتي مرتفعة. سويت، رحت جبت شركة سووا لي ريدن موديجيشن سيستم، حط الصور، ثبتوا لي جهاز ويا حافة البيت من برا، بايب فان تشتغل تسحب كل الغاز من جوا الفاونديشن وتطلعه على برا. هسه الأمور طيبة. لازم تحمي عائلتك من غاز الريدن اللي هو واحد من أخطر الغازات المشعة، ما إلى طعم، ما إلى لون، ما إلى ريحة، ما تشعر به، ما تقدر تميزه. إذا تدخل أي غرفة ما راح تعرف أنه موجود. هذا غاز خطر ومشع ويطلع من جوا القاع. لا سألوني شلون موجود،
لازم تشتري من هذا الجهاز. ليش؟ سألوني ليش. سويت فحص، الفحص خلال يومين أو ثلاثة أيام راح يعطي قراءة معينة، احتمال الغاز جوا القعب هذيك الثلاثة أيام مو عالي. هل أنت راح تتوقع أنه أنت روحك بأمان؟ ما أتوقع. لازم دائما تستخدم يعني شلون جهاز يطيق قراءة مستمرة وأكثر من يوم، أكثر من يومين، أكثر من أسبوع، حتى تعرف الأفرج مالته خلال فترات اليوم وخلال فترات الأسبوع، سواء كان جوال اثنين، جوال واحد، جوال أربعة، هو كل شيء جوال أربعة you're good. حاليا أنا القراءات مالتي 0.2 إلى 0.4، very safe, very clean environment. سو أنصحكم بهذا الجهاز، راح أحط الرابط، اشتروا من أمازون وريحوا راسكم من موضوع تفحص لو ما تفحص. تفحص راح تدفع 170 دولار وراح يعطيك قراءة على قد يومين بالزايد 3 أيام ويقول لك باي باي. طلع أكو قراءة يقول لك أوكي حط الجهاز الميديكيشن سيستم، ما طلع يقول لك مع السلامة، يعني أنت يور سيف. سو ما أعتمد أنا على الفحص، الفحص هذا اللي نسويه لما نريد نشتري بيت للزبون ما اعتمد عليه، لانه ما راح يعطيك قراءة on average خلال فترات مطولة. فاعتمدوا هيك اجهزة بحياتكم. بعد الكريدت، الكريدت كلش مهم يا جماعة الخير، والكريدت سكور ده احشي، مو الكريدت اللي هو بس الكريدت كارد. انت لازم تطالع كريدت كارد بحياتك بامريكا، يساعدك الموضوع بناء الكريدت سكور. الكريدت سكور راح تساعدك انه تحصل قرض، كل ما على بالطبع السكور، كل ما الانترست ريت اللي عليك راح تكون اقل، سواء كنت تشتري سياره، بيت، او ريفاينانس شغلات امور ثانيه بالحياه. الكريدت سكور ما يصعد سحريا اذا انت بس هيك مجرد تصرف بدون راي، بدون تخطيط، بدون معادلة. أكو معادلة، المعادلة كالآتي، خلنا نرجع نحول. أوكي المعادلة كالآتي، كريدت ليميت عندك 1000 دولار، تصرف 30%، تدفع أون تايم، تفعل الأوتو باي، أنت خلال 6 أشهر السكور مالتك يصعد احتمال إلى 720 730 740، الله أعلم. 6 أشهر إلى سنة، إلى سنة ونص أنت بال 770، very easy. بعض الأحيان أنت عندك هواية balances، يعني هواية ديون على الكريدت، إذا دفعت كل اللي عليك سددتهم احتمال بشهر واحد يصعد 60 إلى 50 نقطة. عندي واحد من الزباين سوى هذا الشيء وراواني، قال لي أحمد صعد السكور ماتي 50 إلى 60 نقطة. فموضوع مو صعب، موضوع مو معقد، موضوع كل السهل. pay on time، لا تتجاوز 30% من الليمت، حاول تزيد الليمت، احكي ويا البنك قول لهم يا بيزيدوا لي الليمت، ما اعرف احتمال يزيدوا لك اياه 1000 2000 3000 حسب وضع الانكم مالتك وبصوره عمل فاينانشال سيتويشن مالتك. كان وياكم احمد مكيه وتحياتي، ونرجع لكم فيديوهات جديده. باي باي.